احنا شغالين في فطور، متخصصين في الفتة في العصائر الطبيعية. بنبدأ تجهيزاتنا من بالليل، بنبل الفول بنجي الساعة 5 صباحا، بنخط الفول في النار. طبعا بنجي بدري عشان البدار زي ما بنقولوا الأرزاق مقسمة، يعني بيقولوا الأرزاق بتتقسم بدري يعني، فعشان كده بنقوم بدري وبنبدأ تجهيزات 5 صباحا. شد بنخط الفول في النار وبنخط العدس، بعد ذاك واحد بيمشي السوق بيجيب الخضار والفواكه، واحد بيكون هنا بيجهز في طلع الترابيز، طلع الكراسي، بنظف المحل. بعد ما يجي ذاك من السوق بنعمل تجهيزاتنا، سلطاتنا. طبعا نحن شغالين عصائر طبيعية، شغالين عصائر طبيعية اللي هي مانجا والفراولة والكيوي والليمون والبرتغال. بنبدأ تجهيزاتنا، بنجهز لحد الساعة 8 بنكون جاهزين. بدايتنا كانت شوية يعني زي ما بقولوا البدايات، لكن الحمد لله رب العالمين الناس لما عرفتنا وعرفت فتتنا وعرفت عصائرنا ابتدوا يجون يعني من الطلاب ومن الهناي، لأنه فتتنا مميزة شوية، حتى عصائرنا مميزة يعني. والحمد لله وعدنا كل الأرزاق من رب العالمين يعني. بيجهز يوم بكرة كل الشباب، يعني العمل مقسم، كل الشباب يزول عنده عمل محدد تمام بيقوم به وبنجهز ليوم بكرة يعني. واحد بنظف بنلم الكراسي والطرابيز، واحد بيجهز ليوم بكرة يعني ينظف الفول، ينظف الفول وبنظف العدس بل الفول تمام. عندنا العصائر برضو بنجهزها من بالليل، عصائر المانجا والحياة دي بنجهزها من بالليل بنحطها في الفريزر عشان بكرة تكون جاهزة إن شاء الله الصباح بدري. بميز فتتنا طبعا خلطة سحرية يعني، زي ما بيقولوا سر الخلطة عندنا فما حنقدر نقولها يعني، لكن لو عايز أزول يشوف سر خلطتنا يجرب فتتنا.